ديما هذا المشكل كيتقطع تخطى الهضره. الزنقه راه خاسره اكثر من السينما ديالنا باش نضرب الواقع الحقيقه. الظرفيه ديال الفيلم او القصه، القصه كتوقع في كاريان، كاريان ما كيهضروش بمفاتيح السياره ولا هذه، كل بلاصه عندها اللغه ديالها، لكل مقام مقال كما كيقولوا، لكل مقال مقام. يعني بالعكس، علاش غنخافوا من الناس؟ حنا بركه من النفاق اللي كنعيشوا في المجتمع، واحد النفاق ولا السكيزوفرينيه ديال السيد راه غادي مع وليداتو ومرتو كيسمع الهضره بحال ما كاين والو هادي، وكان في السينما كنبداو نعقبوا عليها. المشكل في السينما انت اللي كتجي للسينما، التلفازه هضره اخرى. حنا كنجيو عندك وكنجيو لدارك وسط العائله ديالك الاسره ديالك، كيكون الاحترام توتال، عمرك ما تشوفي شي حاجه في التلفازه اللي فيها الهضره. ولكن السينما سي اوتر شوز، السينما كتعطيك واحد ماشي ليبرتي، مي كتعطيكش حتى الاشياء كما هي في الواقع، بلا كذوب بلا نفاق. هذيك اللغه راه هي اللي كاينه، وحنا بالعكس الزنقه راه صعب اللغه ديالها، صعب مني كانت في الفيلم بزاف، صعب من بزاف. دونك هذا النقاش انا كيبان لي متجاوز، خاصنا نتجاوزوه بور فواغ او دو، ناقشوا ولا كنا ناقشوا السينما، ناقشوها كفيلم. فيلم شنو معطى، شنو هي القصه، شنو هي الحبكه، لا تكنيك باش تصور، لو جو دي زاكتور كيفاش كان. كيبان لي النقاش خاصو يدور في هذه القضيه، ماشي نبقاو نشدوا في الهضره خايبه، لا هضره ديال الزنقه، لا هضره ديالنا.